السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. تحية لكل الأحباب داخل السودان وخارج الوطن الحبيب، مرحبا بكم في هذا اللقاء والحديث اليوم عن واحدة من الشرائح المجتمعية اللي مهمة اللي ينبغي علينا أن نلتفت لها بعين الرأفة والرفق وأن نتعاون جميعا لسد الفجوة. اليتيم. اليتيم هو ذات أمره، وهل اللي ماتت أمه مات أبوه، ولا مات أمه لحاله ولا أبوه لحاله؟ تعاملنا نحن مع اليتيم وشكله كيف؟ في ناس اليتيم ده مجرد ما ينتقل أبوه إلى الدار الآخرة بيبدأ التعاطف من كل الجهات ويضم هذا اليتيم إليهم ويقوم بدورهم على أكمل وجه. في ناس خلاص مات أبوه، يعني حكاية ضاعت، يعني يصبح مشرد ما في أحد يهتم به، والأم المسكينة هي اللي تكابد وتشقى وتتعب في التربية وما يلقى حظه في التعليم وهكذا. وفي ناس بيكون اليتيم وارث، الناس بقت طمعانة في قروشه، يعني حتى الرعاية المقدمة لهم مقابل قروشه وتتاخد منه. وفي ناس بالعكس بيعطفوا عليه وبيحنوا عليه وبيضموه لهم، لكن بيكون في جرعة زايدة لدرجة كبيرة جدا من يعني الخوف والدلع والحنو عليه، لدرجة انه هو يكون في المستقبل شخص اتكالي. نحن في ظل الاشكال المختلفة دي، الطريق السليم والصحيح وين؟ ودور المجتمع تجاه هؤلاء الايتام؟ هل مع ازدياد نسبة الفقر المنظمات قايمة بدور على أتم وجه؟ وهل هناك فرق بين اليتيم في المدينة وفي الريف؟ كل هذه المحاور إن شاء الله مطروحة في هذه الحلقة والحلقات التي تليها، والحديث عن اليتيم برفقتنا في هذه الحلقة دكتور يوسف إسماعيل عبد الله الاستشاري النفسي. باسمكم جميعا مشاهدي الكرام أرحب بضيفي لهذه الحلقة، مرحبا بك دكتور يوسف، مساك سعيد. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدينا ومشاهداتنا الأعزاء بهذه الأمسية من أمسيات هذا الشتاء الجميل. الله يحييك دكتور يوسف، ونحن اليوم نتحدث عن شريحة مهمة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يتيم وأشار بكلتا يعني أصبعيه، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، مدخل لهذه الحلقة. نعم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة اليتم نعم هو ناتج طبيعي نعم لمدارات الحياة، حيث الموت حق للجميع، وقد يختار الله سبحانه وتعالى أن يتوفى آباء الأطفال فييتموا في أعمار مختلفة، قد يكون في أعمار باكرة وقد يكون في أعمار متأخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش اليتم بكل أبعاده ومعانيه، ولكن النموذج بتاع تربية الرسول صلى الله عليه وسلم توضح بصورة كاملة دور المجتمع نعم في التعامل مع اليتيم في المراحل المختلفة التي تمت كفالته فيها، تدلل على ما يجري عندنا هنا في السودان في كثير من الأحيان، خاصة ما زال هذا الأمر سائدا في أريافنا، إنه اليتيم يكفل في الغالب من أهل بيته، يعني الأقارب الأعمام والأخوال وغيرهم من الأقرباء، وهذا دلالة على إنه ما يجري في مجتمعنا السوداني قريب مما كان يجري في ذلك العهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نحن نتوقع انه هذا التوجه السليم ما زال موجود بكثرة في أريافنا في رعاية اليتيم والعطف عليه وكفالته بصورة تامة أن يستمر، دون أن نعتمد كما يحدث في كثير من مدننا على المنظمات الدولية والجهات الأخرى الرسمية الداعمة في هذا المجال. يعني الكفالة يحض عليها الدين، وهي بالتالي أحق بها الناس الأقرباء والقريبين دون أن يحتاجوا أو يحوجوا أنفسهم لتنظيمات مختلفة، سواء كانت تنظيمات من الدولة أو تنظيمات دولية تعمل في هذا المجال. بالتأكيد دكتور يوسف، ممكن ده يكون مدخل كده حتى ندي دفعة للمجتمع برمته لليتيم في حد ذاته. نعم. أنه النبي صلى الله عليه وسلم عاش اليتم، كده نعرف اليتيم هو ذاته منه، يعني زول بيموت أبوه وهو كبير في سن كبيرة، هل يعتبر يتيم ولا لا؟ نعم. اليتم هو يعني ببساطة شديدة الحاجة إلى السند والدعم لمن فقد سنده ودعمه، خاصة وإن الوالد هو الشخص الأول والأولى في رعاية البيت صحيح وتقديم الدعم والسند للأسرة. لذلك فاليتيم هو من فقد والده في مراحل باكرة من العمر، يعني يمكن لما يتقدم الإنسان في السن لا يطلق عليه لفظ يتيم، لأنه يعني استقل بحياته صحيح وجد سنده في نفسه، أصبحت عنده القدرة لأنه يسند نفسه. فاليتيم الذي يكون دائما في حاجة للآخرين،
في العمر الباكر وهو في مراحل الطفولة المختلفة، يعني من السن الباكر منذ الميلاد وحتى سن الرشد تقريبا. يعني يمكن إذا قلنا سن البلوغ، أحيانا سن البلوغ بتبقى باكرة وبيظل صحيح. الطفل. وعادة يعني في مجتمعنا الآن أصبح كثير من الناس يحتاجون إلى السند المادي والسند المعنوي، ونحن ما بنصير دائما علينا الحاجة مادية فحسب، وإنما صحيح. الحاجة هناك لدعم نفسي وسلوكي يمكن هذا الإنسان أن يعيش حياة طبيعية يستطيع من خلالها أنه يعيش الحياة كما ينبغي، يطلع قدراته وإمكاناته. يعني إذا وجد السند المالي وفقد السند العاطفي الانفعالي تهتز شخصيته ويبقى كأنما لم تتم رعايته. فكفالة اليتيم لا تعني فقط الدعم المادي فحسب، وإنما تعني الدعم النفسي إلى جانب الدعم المادي حتى يستطيع أن الإنسان يشب كما نتمنى له إنسانا كاملا متكاملا في قدراته وإمكاناته. من خلال هذه الحوجة التي لمسناها من خلال هذا الكلام دكتور يوسف، أنه الحكاية ما حكاية قروش، الحكاية تحتاج إلى دعم آخر في التربية وفي ورشات السلوك نعم. وغيره. ده بيبين لنا أهمية الحديث عن اليتيم في حد ذاته. نعم، لأنه كثير من الناس حقيقة يتسابقوا إلى السند المادي وينسوا إلى أنه هذا الإنسان يحتاج إلى دعم معنوي حقيقي. نعم. يحتاج فقط أبوه. ماذا يقدم الأب؟ ماذا تقدم الأم؟ تقدم مشاعر، تقدم عواطف، تقدم إحساس. إذا أنت وفيت بالحاجة المادية المالية للإنسان وحرمته من الاطمئنان والأمن والشعور بالراحة النفسية والانتماء إلى شخص ما، كأنما قصرت في حقه بصورة كاملة. لذلك اليتيم هو ذلك الإنسان الذي يحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي بمعنى العواطف والمشاعر معا حتى يشب بطريقة سليمة متكاملة. لأنه لو وفرت له المال وحسيت بأنه ما ربيت فيه المشاعر الطبيعية بتاعت الانتماء للمجتمع والإحساس بالرأفة والرحمة، حتما أو في كثير من الأحيان قد يخرج إنسان غليظ القلب. يعني ما عنده المشاعر اللي بيعطيك لها الأب واللي بيعطيك لها الأم. يعني الأم والأب بيعطوك مشاعر بتحبب فيك البعد الإنساني، بتكبر صحيح. فيك البعد الإنساني. غياب هذه الأشياء يعني ببساطة شديدة كأنما هذا اليتيم حرم من جانب أساسي في نموه في مراحل نموه المختلفة، فلا تجد عنده العاطفة التي بيكتسبها الإنسان عادة من الأبوين بصورة كاملة. دكتور يوسف والله هذا كلام عميق، يعني أنا أستشف منه أنه ممكن إنسان أمه وأبوه يكونوا موجودين وهو يعيش حالة اليتم إذا لم تتوفر له هذه الجوانب التي تتعلق بالجوانب بالضبط. الإنسانية بالضبط. يعني حقيقة يعني في كثير من الأحيان يعني تلقى أب ولا تلقى أم يقول لهم يا أخي نحن ما جبنا لكم وسوينا لكم وعملنا لكم، يعني كده المسألة ما سويت لك ولا عملت لك من الناحية المادية من الرعاية المادية. الإنسان في طبعه بطبيعته البشرية يحتاج إلى العواطف، يحتاج إلى المودة، يحتاج إلى المشاعر. الدعم النفسي اللي بيوفره للإنسان اللي أنت بتربيه هذا الطفل في مراحل عمره المختلفة بيحتاج حقيقة، لأنه ليس فقط أنه توفي له باحتياجاته المادية لكن أيضا تربي فيه الجانب الشعوري الانفعالي العواطف اللي بتمكنه من أنه يحس بمعنى الحياة ويحس بمعنى الأشياء اللي بتقدم له. حتى المال اللي أنت بتدفعه لزول إذا كان مجرد أداء واجب وليس مربوطا بإحساس الأبوة والأمومة بيبقى ما عنده معنى. فعشان كده في المراحل المختلفة يعني احنا احيانا بنقول انه الانسان ده يتيم، ليس يتيم بفقد الاب او الام لكن يتيم بفقد المشاعر اللي بيعطوها الام والاب وهم احياء. فاذا ما وفروا لهم هذا الشيء كأنما يتموهم من جانب معنوي بعيدا عن الجانب المادي اللي هم موفرين لهم. عشان كده تبقى الحياة متكاملة اذا توفر فيها البعد المادي والبعد الانفعالي العاطفي. بالتأكيد دكتور يوسف ان شاء الله نكمل في هذا الجانب، لكن بعد ما نشوف رأي الجمهور مشاهدينا الكرام نشوف هذا الاستطلاع ونجي راجعين لنواصل هذه الحلقة والحديث اليوم عن اليتيم. خليكم معنا. حياة طيبة. كفالة اليتيم يعني أمر عظيم وأجر ويساب عليه الدين الإسلامي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بيدي بأصبعي. وده من الأمور المهمة، ولكن طبعا عنده فترة معينة يعني يصل فيها 10-12 سنة ويعامل معاملة الزول الكبير الواعي
لكن لا ما بنعامله بغسوه وفي نفس الوقت ما بنديه معامله انه سيئه الا يصل للمرحله اللي هي مرحله ال 12 سنه 14 سنه 15 سنه فيعامل معامله ما يطلبه الدين الاسلامي. يعني انه يحس بجد انه نحن بندعم ماديا ومعنويا وما يخاف ان شاء الله وكل يتيم ان شاء الله يحس بامن وامان ان شاء الله. اليتيم بالذات يعني حتى الاسلام وصى عليه والرسول قال استوصوا باليتامى خيرا، فمفترض انه زول يتعامل مع اليتيم بكل رأفة وبكل لين، ومن هنا بنناشد الدوله والمؤسسات بتاعت كل الدوله وكل المؤسسات وكل المنظمات الخيريه لانها تهتم بموضوع اليتيم وتكفل له حقوقه لانهم في النهايه حلقه مستضعفه. يعني اوصى عليه سيدنا محمد انه الرسول وصى على اليتيم التعامل مع اليتيم المفروض يكون بعرفه تامه، وحتى لو عنده مال الناس يعني تحاول يعني ما تحاول يعني تاكل منه بطريقه غير سليمه. يعني اليتيم المفروض يتعامل معه بطريقه يعني طريقه رحمه، طريقه وديه مختلفه، ممكن نعامله برضه زي اخواننا يعني وكده، لكن يعني المفروض يتعامل معه بطريقه مختلفه، يعني كونه ما عنده اب او ام او كده، نحن نتعامل معه بطريقه يعني يشوف نفسه انه زينا. حياه طيبه. إذا مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام في كل مكان في حياة طيبة، والحديث اليوم في هذه الحلقة عن اليتيم برفقتنا دكتور يوسف اسماعيل عبد الله استشاري علم النفس. مرحبا بك دكتور يوسف، وتعليق على هذه الاستطلاع. أولا خلينا نبدأ بالآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ولا تأكلوها إسرافا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستحفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذه الآية تقريبا أوضحت إجابة كثير مما أشاروا له أشاروا له الشباب في هذه الاستطلاع. والنقطة الأولى متعلقة بأنه 200 نحن بنحدد نهاية الفترة بتاعت اليتم، يعني واضح تماما أنه حتى يبلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والإشارة اللي أشار لها الشيخ أيضا أنه يعني إذا في شخص قائم برعاية اليتيم إذا كان غني فليستحفف وإن كان فقير فليأكل بالمعروف مما لليتامى من ناحية إدارته بصورة كاملة. وعموما هذا يدل على أنه رعاية اليتيم وكفالته والقيام بأمره أمر يقوم به المجتمع، الأقرباء يعني الأعمام والأخوال وغيرهم من الناس اللي بيقوموا بكفالة هؤلاء اليتامى عندما يفقدوا ذويهم، وبيستمر هذا الأمر حتى يبلغوا سن النكاح. حتى إذا بلغوا سن النكاح إن أصبح لديهم الرشد في إدارة أموالهم يمكن أن تتم إدارة الأموال حتى يستطيعوا أن يقوموا بأمر نفسهم. لأن المسألة فيها تباين، يعني حتى الزول يصل إلى سن الرشد لكن إلى الآن هو ما ملم حتى يعني بمخاطر الحياة وكذا. نعم، يعني لغاية يوم الليلة بنلقى إنه في ناس بيستمروا في الدراسة لغاية الجامعة ومحتاجين للرعاية ومحتاجين للسند ومحتاجين لإدارة أموالهم ومحتاجين لتوفير احتياجاتهم المادية بالتحديد في هذا الشق من الجانب بتاع الرعاية والكفالة. نعم دكتور يوسف، تتعدد الأسباب وفي النهاية يبقى الموت يعني واحد. نعم. لا يتعدد. هل من أسباب تؤدي إلى مثل هذه الحالة؟ نعم. يعني يمكن لو لاحظنا في كثير من الأحوال اللي بترتفع فيها نسبة اليتامى بيكون مشاكل مرتبطة بالحروب، والحروب طبعا آفة بتأكل الأنفس البشرية وتحصدها حصدا. صحيح. ودائما بيكون بتخلف كثير من اليتامى والأرامل، وإلى جانب ذلك بنجد حوادث الطرقات التي ارتفعت كثيرا في هذا الزمان، يعني بيسبب كثير من الفقد اللي بيؤدي إلى اليتم، إلى جانب بعض الأمراض المستحصية التي تكاثرت وتنوعت في هذا الزمان. وكل هذه الأشياء تقريبا أدت إلى ارتفاع نسبة اليتامى بصورة ملحوظة.
يعني كثير من الأحيان بنجد إنه في كثير من يعني واقعنا أعداد كبيرة من اليتامى، يعني حتى لا يظن الناس إنه والله العدد قليل ولا يحتاج الاهتمام به، وحقيقة الأعداد مرتفعة والأعداد كبيرة، خاصة في بلد زي السودان سادت وما زالت تسود فيه الحروب في أماكن مختلفة وكثير من الفقد، إضافة للحوادث في الطرقات المتكاثرة التي نسمع بها ليلا ونهارا، وكذلك الأمراض المتفشية التي أدت إلى فقد كثير من الآباء مما أدى إلى يتم الأبناء. فهذه الحالة حالة منتشرة، حالة يعني لا نستطيع أن نقول الطرف عنها أو نقلل من عدديتها أو قيمتها، لذلك كان لابد إنه نحن في هذه الحلقة أن نشير إلى هذا الجانب وأن نلقي يعني الضوء بصورة كاملة على الواقع اللي بنعيشه نحن في السودان وأين نحن من معالجة هذه القضية. نعم دكتور يوسف، النقطة الأولى هذه والتي بعدها التي ذكرتها في مسألة الأسباب الحروب والحوادث، لو توقفنا في الأولى، يعني هذه رسالة يعني بالغة في العمق لمن يفتعل تلك الحروب. نعم. لو نظر بمنظار أنه يا أخي أنت حتخلف يتيم بمقتلك أي كان من الطرفين. نعم. يعني لو مات فيهم واحد حيفقد، يعني زول مزوج عنده أولاد بالتأكيد أولاده حيفقدوا هذه. نعم. الرعاية هي طبعا الحياة حق أعطاه الله سبحانه وتعالى للبشر، يعني منحهم هذه الحياة، فيبقي واحدة من الأشياء الأساسية في الدين المحافظة على هذه النفس. صحيح. فالمحافظة على هذه النفس تعني ببساطة شديدة أن نسعى جميعنا إلى الوصول ما يجنبنا الوقوع في التخاصم والتحارب بصورة كاملة بصورة شاملة. يجب أن نسعى إلى السلم الذي يحفظ أرواح الناس ويحفظ النفس البشرية. يجب أن نجد الحلول بصورة كاملة لكل الإشكاليات التي تدور في الوطن. أي وطن تدور فيه حروب هو وطن يتخلف عن الدول الأخرى، لأنه يسعى إلى توفير الآلة الحربية، يسعى إلى تجنيد الجنود، يسعى إلى رصد كثير من الأموال لصالح آلة الحرب. لذلك يصبح من المهم تماما أن لا يكون ناتج هذه الحروب الكثير من فقد الأنفس التي يؤدي إلى تكاثر عدد اليتامى بصورة كبيرة ومزعجة. يعني نحن معظم يتامنا اليتامى الموجودين عندنا الغالبية العظمى منهم ناتج حروب. طيب جميل. وهذه الحروب استمرت لفترة طويلة. صحيح. وما زالت تحصد الأرواح موجودة، ونحن إن شاء الله هنجي نضيف فيها. تبقى الرسالة رسالة إنسانية، لكن دكتور يوسف بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نواصل هذه الحلقة ونتيح المشاركة لكل أحبابنا المشاهدين من خلال أرقام التواصل التي تظهر أسفل الشاشة، خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، حبابكم عشرة في حياة طيبة، والحديث اليوم عن اليتيم. مرحبا بكم ومرحبا بكل ضيوفنا. الآن معنا على خط الهاتف دكتور أحمد محمد علي، مدير مركز أبو بكر الصديق للأيتام بجبل أولياء. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك وسعدت مساء دكتور. أهلا وسهلا. الله يديك العافية دكتور. حياكم الله. حياك الله. أنتم بتقوموا بدور يعني مقدر ودور كبير، حدثنا عن دور المركز، شنو اللي بقدمه لليتيم؟ هل هو مادي فقط أم هناك أشياء أخرى؟ طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. نعم. وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. بالنسبة لمركزنا، مركز الأيتام بمجمع أبي بكر الصديق، عندنا يعني كفالة لليتيم مسمينا الكفالة العلمية. يعني بنهتم باليتيم من النواحي التعليمية والتحصيلية، يعني في المدارس وفي أي مؤسسة هو يدرس فيها نتابعه، سواء كان في مدارس الأساس أو في الخلاوي أو في غيرها، ونوفر له احتياجات المساعدة في التعليم. التعليم. انتم نعم. قائمين على الجانب التعليمي فقط، ما في هناك يعني ما في هناك دعم اجتماعي؟ طبعا. طبعا دي الاساس، الكفاله عندنا. نعم. يعني الاساس نحن يعني فكرنا انه تكون كفالتنا لليتيم يعني تكون مميزه عن يعني غيرنا من الناس اللي بيهتموا بالايتام. فركزنا على النواحي
التعليمية، لكن ما أهملنا الجوانب الأخرى. ممتاز. يعني عندنا مثلا نهتم بكسوة العيدين لليتيم، لابد يفرح في المناسبات الكثيرة، كذلك يعني كنا بنوفر لليتيم يعني سلة رمضان لأسرة اليتيم، و يعني كذلك يعني في الأضحى يعني أضحية، و يعني بنوفر النواحي الاجتماعية برضو بنراعيها. نعم. أنتم محصورين في نطاق جغرافي محدد اللي هو جبل أولي يا دكتور أحمد؟ نعم. تمام. طيب كيفية يعني دراسة حالة اليتم؟ عندكم لجان زول بيجي بقدم ورقه، الحالة اللي بتختاروا بها الأيتام ما هي؟ والله طبعا نشتغل في اليتيم يكون عنده مستند شهادة ميلاد وشهادة وفاة، وسواء قدم شخص أحد المعارف والمركز يعني يخدم منطقة جبل أولياء. نعم. أي فقط. طيب دكتور أحمد، يعني من خلال متابعتك لشأن الأيتام والوقوف عليهم، شنو من الحاجات اللي انت قاعد تلاحظها مفترض المنظمات تقوم بها او المجتمع برمته يقوم بها؟ والله انا ارى ان اهم حاجة بالنسبة لليتيم تقدم له الرعاية التعليمية، يعني التركيز على الرعاية التعليمية. نعم. لابد يعني المنظمات تركز على النواحي التعليمية لليتيم يقرا ويطلع يعني انسان له مستقبل لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ده إذا طلع متعلم. نعم. فدي الحاجة المهمة، وطبعا مع مراعاة الجوانب الأخرى من النواحي العاطفية والاهتمام يعني بالأعياد، بعد أنه الأعياد يعني عشان ما يحس بضعف أو أنه يعني يعني ما زي الناس الثانيين. النواحي هذه مهمة. بالتأكيد. جميل. أخونا الدكتور أحمد، دكتور يوسف يبدو أنه عنده لك سؤال، تفضل دكتور يوسف. نعم. دكتور أحمد، يعني إن شاء الله ربنا يجزيكم خير على هذا العمل الطيب، وأنا بعتقد أنه هذا التنويع في كفالة اليتيم تعني حقيقة النظر إليه من أبعاد متعددة. فيمكن سؤالي الأول، هل بتستمر هذه الرعاية التعليمية إلى مراحل معينة، يعني مرحلة الأساس فقط أم نمتد إلى ثانوي وغيره من المراحل التعليمية؟ نحن بالنسبة لليتيم اللي بيكون مستفيد من الكفالة ويعني مستواه التعليمي ماشي كويس، الأكاديمي في المدارس في الأساس الثانوي، يعني حتى لو دخل الجامعة نستثناه. طبعا احنا مفروض حتى ثانوي او عمر البلوغ بعد مفروض الكفاله يعني تقيف من اليتيم حسب الناس اللي بيكفروا اليتيم. نعم. الا انه نحن نستثمر زول اللي مستواه التعليم يجب تحفيزا له، كذلك يعني اذا بدراستنا عرفنا انه الاسره محتاجه يرفع منا كاهل الله يعني يتواصل الدعم النواحي التعليميه، فبنخليه يواصل ونراعيه وهو كبير. نعم. شكرا جزيلا دكتور أحمد، كتر خيرك. شكر الله لك. شكرا شكرا. تحية دكتور أحمد محمد علي، مدير مركز الأيتام بمجمع أبو بكر الصديق بجبل أولياء، كتر خيرك. إن شاء الله حناخذ نماذج في الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا دكتور أحمد. نعود لك دكتور يوسف، تعليق على هذه المكالمة. يعني يمكن الجانب المهم الثاني أنا بعتقد في هذه المسألة المرتبط بجانب إنه زي ما تفضل مجمع أبو بكر الإسلامي، أبو بكر الصديق الإسلامي، إنه يهتموا بالجوانب ذات الصلة بالأشياء الأخرى غير التعليم. يعني لغاية يوم الليل في كثير من الأحيان الرعاية بتتم في الجانب المادي. صحيح. بغض النظر عن إنه بيوفي بالاحتياجات الأخرى ولا لا، لأنه أنا عايز أكفل يتيم دائرة رعاه بصورة كاملة، بقصد ببساطة شديدة أن تكون هذه الرعاية متكاملة. بمعنى إنها لا تقتصر فقط على توفير الجوانب المادية، وإنما مراعاة هذا اليتيم في كل احتياجاته الاجتماعية والمادية والتربوية وإلى آخره. يعني إذا أنا بوفر لأسرة يتيم مال، لا بد أن يهتم بجانب التربوي.
والجانب التربوي بيضمن لي انه هذا اليتيم بيستفيد من هذا المال الفائدة المرجوة في التنشئة. وانا بعتقد انه من المهم تماما ليس فقط يعني رعاية الايتام من حيث توفير المال بالنسبة لهم، وانما توفير البعد التربوي والتأكد حقيقة. حتى يعني اتمنى على منظمات المجتمع المدني والجهات العاملة في مجال كفالة اليتيم ان يكون عندها جسم اجتماعي يقوم على التربية بأبعاد المختلفة حتى أضمن أنه هذا المال لا يذهب سدى ولا يذهب فقط لتوفير حاجة البطون أو الملبس إلى غيره، لأنه اليتيم أهم ما يمكن أن تقدم له هي الرعاية التربوية التي يحتاجها كثيرا إلى جانب الرعاية المادية. وبالتالي إذا أهملت أو أهمل البعد التربوي تكون هنالك إشكالية في الكفالة وفي التنشئة حتى يستفاد من هذا اليتيم وحتى يحس فعلا بانتمائه للمجتمع ويكون قادر على أنه يستعيد عن الفقد الأبوي الفقده يتم توفيره من خلال هذه الجهات التي تقوم بالكفالة. نعم، ممكن تكون الحكاية مباشرة للجهة القائمة مباشرة على أمر اليتيم سواء كان خالة أو عم أو خالة، يعني يهتم به من نواحي السلوكية وكذا ويقدم له الإرشاد. طيب دكتور يوسف، نرجع يعني للنقطة اللي أثرناها نحن قبل الفاصل، مسألة يعني من أسباب الحرب، من أسباب اللي يتم الحرب، والحرب لا خير فيها ولا تأتي بخير يعني مهما تقادمت العصور. هي الحرب حقيقة يعني في عالمنا وفي زماننا الليلة طال الزمن أو قصر تنتهي الحروب إلى تصالح، صحيح، وننتهي إلى تسويات. لماذا أصلا تستمر هذه المسائل لزمن طويل حتى نكتشف فيما بعد ذلك أنه إحنا محتاجين لأن نوصل لتسويات؟ ما في حرب استمرت للأبد، وأي حرب لابد أن تنتهي في زمان ما ومكان ما. فلماذا لا نعجل بإنهاء هذه الحروب في أبكر زمن ممكن حتى لا نفقد الكثير من الأنفس والأرواح ويتم الأطفال وترمل النساء؟ فهذه دعوة حقيقة إلى بث السلام وثقافة السلام والإحساس بمسؤولية السلام، دور الدولة ودور المجتمع ودور المحاربين والمتحاربين في أنه يكفوا أيديهم عن القتل ويسعوا إلى التصالح وإيجاد مساحة للتصالح. وإن كانت هذه المساحة موجودة لماذا لا تستغل؟ يعني سواء كان من جانب الحكومة أو من جانب الأفراد الذين يحملون السلاح. لذلك نحن حقيقة يعني دعوة خالصة بقلب خالص أن نصل إلى سلام يحفظ الأنفس ويحفظ الأرواح حتى نقلل من نسبة اليتم بأسباب الحرب. ونحن في حاجة لهذه السواعد لبنيان هذا الوطن وتعمير كل نفس تفقد هي يد تفقد في صالح هذا الوطن من أي جانب. بالتأكيد واحد من الحاجات برضو اللي نحن بقت الآن عندنا في عصر الحديث مسألة الحوادث اللي كل يوم نحن بنسمع بحصاد لأرواح، ودي رسالة مباشرة ممكن تكون لقائل المركبات. نعم، هي ثقافة مجتمع. يعني نحن للأسف الشديد بنتعامل مع هذه السيارة كآلة حربية يتصارع بها الناس في الشوارع، يتسابقون بها، يتسارعون بها ولا يدروا بأنه هذا حديد، صح، يعني لا شيء تستطيع أن تتحكم أو تعلم بما بداخله. يعني فجأة قد تفقد القدرة على السيطرة على الفرامل، على المقود والدركسون إلى آخره من هذه الأشياء. يعني لا بد أن يراعي الإنسان بأنه هذا الحديد شيء أنت لا تسلم من معرفة ما بداخله من أعطال ميكانيكية قد تحدث بصورة مفاجئة، قد تحدث بصورة لا إرادية نتيجة لعطل طريق، نتيجة لضيق شوارعنا، لتكاثر سيارات الموجودة عندنا. حاليا نكمل فيها بعد إذنك دكتور يوسف، نأخذ أخونا عمر من نيالة. السلام عليكم. ألو. ألو، مرحب بك يا عمر. ألو، السلام عليكم. كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخبار مساء الخير. طيبين والله، أنت كيفك؟ إن شاء الله كويس. الله الحمد لله، زي ما قال لي دافي. تفضل يا عمر، نحن نتحدث اليوم عن اليتيم ودور المجتمع. نعم. اليتيم قدوم. نعم، تفضل. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وقعت اليتيم كحاتين. نعم. وتقول ان الكريم ولا تقربوا مال اليتامى الا بالتي هي احسن. يا سلام. وايضا عندك القران يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سوره النساء الايه 10. لا حول ولا قوه الا بالله.
وايضا الان تقول فاما اليتيم فلا تختار. نعم. قال قتالة كل اليتيم كالاب الرحيم. يا سلام. طيب لك التحية يا عمر، نحن والله شاكر لك، انت كلامك اللي قلته ده للحلقة كلها بتستند عليه، وشكرا لك على طرحك وسردك للنصوص بطريقة انا جمعت لك كتر خيرك يا عمر، شكرا جزيلا. شكرا، تحية لعمر كان معنا بالنيالة، شكرا على طرح الرأي. عمر استشهد بالآيات والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد بحديث قتادة انه كل اليتيم كالأب الرحيم في تفسيره لسورة الضحى. يعني بالتأكيد يعني هذه هي الأبعاد الدينية في علاقة المجتمع باليتيم وواجب كفالته، والنهي عن أكل مال اليتيم بصورة قاطعة في القرآن في كثير من الآيات، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تحبيب رعاية وكفالة اليتيم، وكما أشار إنه جعلوا ند للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة من خلال رعاية اليتيم. نعم، ده هذا جزاء يعني، لأنه نعم. اليتيم اللي فقد فقد ما سهل. أنا عجبني قول قتادة يعني كل يتيم كالأب الرحيم. نعم. لأنه اليتيم هو فقد أب، فلذلك بالضبط. تجنب القهر. نعم. القهر نوع من أنواع الشاذ. أما اليتيم فلا تقهر. نعم. نعم. يعني للأسف الشديد يعني في كثير من الأحيان يعني اليتيم زي ما ذكرنا. ودي يمكن بتذكر بالكلام اللي ذكرناه. نعم. إنه المسألة يعني لا تقهر هذه. قروش. نعم ما قروش. نعم. يعني لا تقهر يعني هو محتاج للرعاية الأبوية، محتاج للأب الرحيم، محتاج للمشاعر بصورة كاملة أكثر من الحاجة المالية فحسب. نحن لا نقلل من قيمة الحاجة المالية، لكن الأهم منها البعد التربوي الذي نعم. يستطيع أن ينشئ هذا اليتيم تنشئة حسنة، يستطيع من خلالها أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع، لا يحس بالغم من خلال فقده لأبيه أو من خلال يتمه، وبالتالي نحتاج إلى هذه الرعاية المتكاملة بكل جوانبها من الناحية المادية والناحية المعنوية النفسية السلوكية التي تساعد في تنشئة هذا اليتيم بصورة متكاملة. نعم، لو رجعنا للمجتمع دكتور يوسف، تفهمه لوجود اليتيم مع تباينات المجتمع المختلفة سواء كان بطابعه المدني أو القروي يعني. نعم، يمكن نحن في الحديث عن منظمة المجتمع المدني يمكن عندها قدرات أوسع من الأفراد في أنه تشمل جوانب متعددة، يعني زي مجمع أبو بكر الصديق أشار ببساطة شديدة إنه يعني هم مهتمين بالجانب التعليمي، وجانب التعليمي يعني بعتقد إنه من الجوانب المهمة جدا في تنشئة الطفل ورعايته عشان يكون بصورة متكاملة وتوفر له الرعاية التربوية إلى جانب الرعاية المادية. أنا أتمنى إنه كل التنظيمات الموجودة تعمل قسم أو بتشتغل في كفالة اليتام يكون عندها قسم بتاع رعاية. نعم. تتأكد إنه هذا المال الذي يذهب لليتيم يذهب في تنشئة وتربية سليمة في مقام الأب، ما يقوم به الأب بمسؤوليته، ليس فقط بمسؤوليته المادية، لأنه نحن الليلة أباء في البيت ما بربوا فقط بدفع مال أود البيت أو حاجة البيت، وإنما إلى جانب ذلك بيقوموا بالجانب التربوي. فعشان كده كل منظمات الكفالة نتوقع أنه يكون عندها قسم اجتماعي يقوم بالتربية وبالرعاية، أو على الأقل إذا افتقدوا هذه القدرة ينسق ما بينهم مع جسم قادر على القيام بهذه المهمة، حتى لو كانت وزارة الرعاية الاجتماعية وغيرها من الوزارات المعنية، بحيث أنه كل المنظمات تعمل متسقة مع بعضها الآخر في توفير الجانب بتاع الدعم المادي الى جانب الرعايه التربويه المطلوبه للانسان. نعم، حتى في مساله يعني الدعم المادي دكتور يوسف، انا في تقديري مساله انك كل مره تدي الزول وتخليه هو كانه يعني هو قاعد يتلقى فقط، لو ابدلنا هذه المساله بمشاريع انتاجيه، بمشاريع تخلي اليتيم هو ذاته داعم يعني. هي ليس فقط في هذا الجانب يعني. نعم. الجانب اللي احنا انا كنت ناجل المساله دي للحديث فيها في جانب السلوك النفسي، لانه جزء من الأشياء الخاطئة إنك تعلم الإنسان على الاعتمادية، إنه يتلقى شيء دون أن يكون لديه مقابل يقوم صحيح. به تجاه هذا العمل. يعني نحن الجانب بتاع التلقي فقط في معناه القاصر، يمكن الأطفال في عمر باكر يمكن أنت تحويهم لأنه يقوموا بتقبل المال حسب، لكن في مرحلة العمرية من الطفولة نفسها
انت لابد ان تحسس الانسان بانه عنده دور تجاه ما يتلقى. نعم. يعني ليس فقط في انه يصبح متلقيا عشان ما تربي فيه جانب الاعتمادي بانه والله انا في ناس بيدعموني وهذا يكفي، وهذا خطا حتى في التربيه بتاعت الناس غير اليتامى. جميل. يعني لابد حتى في البيت عاده لابد ان تكون هناك دور في المسؤوليات تجاه نفسك. انا ما بقول انه الاطفال يشغلوهم، لكن على الاقل يحسسوهم بمسؤوليه انك بتتلقى مقابل شنو. لابد ان تكون بتتلقى مقابل شيء ما انت بتعمل على ضمانه واستمراريته ودعمه. بالتأكيد. عشان كده بتصبح منتج اذا اصبحت في هذه الصوره الباكله من المسؤوليه. ان شاء الله ان شاء الله حنواصل دكتور يوسف في هذه الجزئيه، لكن عقب هذا الفاصل مشاهدينا الكرام وسنواصل هذه الحلقه ونتيح المشاركه لاحبابنا المشاهدين من خلال ارقام التواصل التي تظهر اسفل الشاشه وكذلك رقم الواتس وصفحتنا على فيسبوك برنامج حياه طيبه. بعد الفاصل خليكم معنا. اذا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في حياه طيبه في الجزء الاخير، والحديث اليوم عن اليتيم، هذه الشريحه المهمه التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم والشارع الحكيم. برفقتنا دكتور يوسف اسماعيل عبد الله الاستشاري النفسي، اهلا ومرحبا بك دكتور يوسف. ونحن تحدثنا عن مسألة أنه ما نخلي اليتيم اتكالي، والدعم مفترض يكون دعم من كل الاتجاهات، يعني أشرنا إلى في بداية الحلقة وإلى أن توقفنا في هذه الجزئية، يبدو أن عندك تتمة. نعم، يعني أنا بعتقد أنه نحن لما نتكلم عن اليتيم لا يعني هذا اليتيم الشخص المنفرد المنفصل عن الأسرة. اليتيم ده إلى جانبه هنالك أرملة. نعم. فقدت زوجها وبالتالي أصبحت أما لهؤلاء اليتامى صغارا رجال أطفالا وبناتا أولادا وبناتا. فالجانب المهم في هذه المسألة إنه بدل ما تبقى الأسرة مجرد متلقية لابد أن تصبح أسرة منتجة. يعني مساعدة الأم في رعاية أبناء بيكون مهم أكثر من رعاية الأبناء بصورة مباشرة. يعني نحن في تجاربنا إنه كثير من هؤلاء الأطفال لما ينشأوا على الاتكالية والاعتماد على مال شهري يجيهم بصورة متصلة بيقتل فيهم الإحساس بالمسؤولية، بيقتل فيهم الإحساس بالاستغلالية، وبيقتل فيهم الإحساس بأنه يصبحوا مسؤولين عن حياتهم في المستقبل. لأنه بيعيش عمره كله لغاية ما يصل سن معين يفتقد فيها الرعاية، وفجأة تفتقد هذه الرعاية ويكون هو كان في خلال الفترة السابقة إنسان متلقي فقط، لم يعلم ولم يربى على المسؤولية بدرجة كافية عشان يصبح قادر على أن يواصل حياته بعد الرعاية بتاعت اليتم. فعشان كده لابد أن يتم الانتباه لأنه يصبح الدعم للأسرة بكاملة، يعني الأم وأطفالها، بحيث أنه تصبح أسرة منتجة. وأن تصبح أسرة منتجة هؤلاء الأطفال بيشاركوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحمل المسؤولية وإدارة شأن أنفسهم. وإدارة شأن أنفسهم دي واحدة من الأشياء المهمة. نعم. في التنشئة أو السلوك والتربية. عشان كده من المهم أنه يصبح المال اللي بيذهب لكفالة اليتامى مال منتج وليس مال استهلاكي، عشان ما يقضى في الحاجات الاستهلاكية بحسب، وإنما يصبح مال دوار، يصبح مال منتج، يصبح يمكن هذه الأسرة بأنها يعني تعف نفسها وتقيف على رجلينا ولا تحتاج كثيرا العمر كله إلى الدعم المتواصل. نعم، واحدة من المجالات اللي المهمة برضو من الأهمية في مكان، لأنه حتى مسألة الكفالات يعني قليل من المنظمات اللي بتدي حاجة تسد يعني الرمق. حاجة الحياة والرمق بيبقى عندنا مرات إشكال في الجانب الصحي. نعم. يعني أنا شايف أنه برضو الجهات لو كرست أنه خلت الحاجة متكاملة عشان أنا ما أخلي الزول يشيل قروش يمشي يتعالج بها ويظل هو جعان في نفس الوقت. يعني هي طبعا في إشكاليات متعددة، يعني لو نحن نظرنا لها في العلاقات اللي بتربط تنسيق وترتيب التنظيمات الدولية العاملة في هذا المجال والمنظمات تحت المجتمع المدني العاملة في هذا المجال والجهات الرسمية العاملة في هذا المجال، هنالك يعني ازدواجية في الدعم. يعني تلقى انه في بعض اليتامى بيتلقوا دعما متكررا من جهات مختلفة، وبعض اليتامى يقل عندهم هذا الدعم الى مستوى الاكل والشراب. نحن بنعتقد انه هذه المسألة لابد ان تكون عبارة عن شبكة متكاملة برعاية رسمية يتأكد فيها إن كل اليتامى يلقوا حظوظا متساوية. نعم. ويلقوا رعاية متكاملة ويلقوا تنسيق بحيث إنه توفى حاجاتهم. نعم. يعني ما تديهم رعاية صحية وتنساهم من تعليم، أو تديهم تعليم وتنساهم من الأكل والشراب والحاجة المادية اليومية اللي بيحتاجوها الناس. فهذه الأشياء ما لم تصبح متكاملة ومنسقة بصورة كاملة ضمن إطار معقول، يعني أنا متأكد أنه حس الليلة لو سألنا كم عدد اليتامى في السودان لم تصل إلى رقم
واحد تلقى صحيح. أرقام متعددة كل من جهته. نحن محتاجين حقيقة لأنه تكون عندنا قاعدة بتاعت بيانات حقيقية متكاملة عن يتامى السودان، بيتوفر لهم شنو وناقصهم شنو، حتى إذا جات أي جهة عشان تدعم أو أي إنسان مقتدر راغب في أنه يقدم حاجة لابد أن يدرك وين نقاط الضعف وين النقص، ماذا أستطيع أن أقدم عشان أكمل الحلقة بصورة كاملة وتصبح ذات فائدة ذات صلة بكل الناس المعنيين. طبعا في واحدة من الإشكالات يا دكتور الآن هي المسألة مرات مبنية على العلاقات، مبنية حتى على معرفة أسرة اليتيم بأنه في منظمات بتكفل، يعني في يتيم ممكن يتلقى 4-5 كفالات من جهات مختلفة بالضبط، وفي يتيم ملاقي، في ناس ملاقين وده بيحصل. وبعدين حتى الأسر بتاعت الإيتام للأسف الشديد بيساعد في هذه المسألة صحيح. يعني بأنانية شديدة بتلقى بعض الأسر بتسعى لأنه تصل لعدد من الجهات وتغييب المعلومة اللي عندهم، يعني لأنه لو كانت في قاعدة بيانات موحدة مشتركة لا أصبح من السهل أنك تتتبع من يتلقى ماذا ممن، إذا غابت هذه القاعدة بتاعت البيانات فيصبح من الصعب أنك تدرك الحاصل شنو. عشان كده تلقى بعض الناس يتلقوا دعومات من أكثر من جهة وبعض الناس لا يتلقون شيئا، لغاية يوم الليلة نحن بيجونا ناس يعلين ورقهم بأنهم والله ما مدعومين صح. تعرفون كيف ما مدعومين؟ ما في وسيلة لأنك ترجع لقاعدة بيانات معينة موجودة في مكان ما تستطيع أن تعمل هذه المسألة. وأنا بعتقد أنه الجهة المناط بها هذا الأمر هي وزارة الشؤون الاجتماعية في الولايات المختلفة والاتحادية عشان توفر قاعدة بيانات لكل الناس الراغبين في تقديم الخدمة. يعني مثلا ما مثلا انفراد فردية ولا كل واحد يقدم إحصاءات بأنه أنا والله بكفل 10,000 يتيم، يعني شنو تكفل 10,000 يتيم في حين أنه 10,000 يتيم دي ما معروفين منه، لابد أن يعرفوا من وماذا تقدم لهم وماذا يستطيع الآخرون أن يقدموا دعما لما تقدم. فهذه المسألة بتحتاج حقيقة إلى فهم ووعي من القائمين على الأمر وفهم ووعي من الذين يتلقون الدعم. يعني الأنانية اللي بيصرفوا بها بعض الأسر تجاه إنه يتلقوا دعم من أكثر من جهة ويغيب هذا الدعم عن ناس مساكين لا يستطيعون أن يصلوا لهذه الجهات من خلال فيها إشكاليات كبيرة. بالتأكيد نحن موضوع الأسرة وعنايتها باليتيم دارنا نجيبه إن شاء الله في الحلقة القادمة لو ربنا مد في الأجال. يعني في بعض السلوكيات اللي قاعدين نشوفها، يعني مثلا بعض ذوي اليتيم من ناحية الأب أعمامه وغيره يحجروا على أم الأيتام إنه يا أخي ممنوع إنك تقدم ورقة كده لجهة عشان تكفل، حتى ما يجيهم العار وهم في نفس الوقت ما مقدمين الدعم الكافي أو حتى ما قاعدين يقدموا. يعني أولا يعني كفالة اليتيم ما عار وإنما شيء يتسابق إليه الناس، يعني سعي وراء الأجر وكسب، طبعا منظورهم الخير يعني نعم. فإذا هم إذا هم قادرين على أن يقوموا بهذا الأمر بصورة كاملة أنا بخيل ما بحوج الأم لأن تبحث عن غيرهم صحيح. وهذه الأم المكلومة في زوجها في كثير من الأحيان تجد نفسها أنه تستحي أن تطلب صح. علي قال الجانب العام من المنظمات يعني ما فيه حياة لأنه بيعطيك شخص لا يعرفك، لكن إذا كان الأهل القريبين قادرين على أن يقوموا بهذا الأمر يجب أن يقوموا به دون أن يطلبوا شيئا أو دون أن يطلب اليتامى أو أمهم من أهل الميت إنه يساعدوا أبنائه. فإذا الناس تكاتفوا على أن يقوموا بهذا الأمر ما بيحوجوها لأنها تبحث، إذا اضطرت يجب أن تبحث يعني عشان ما تضيع حق هؤلاء الأبناء صحيح. أو يضيعوا الأبناء لأنه ما واجدين الرعاية الكافية. بالعكس بل خدمة الأيتام شرف يعني الإنسان نعم. يرجو به القرب. أي لكن ليس بالتمني يعني صحيح. إذا أنت أصلا راغب في أنك الأم دي ما تسعى لغيرك صل لها كل حاجاتها أفعل نعم يعني قوم بكل حاجاتها احتياجاتها، لكن لا تقوم بجانب وتنسى الجوانب الثانية. كما تقوم بهذا الجانب تجاه أبنائك قم تجاه أبناء شقيقك أو شقيقتك. بالتأكيد دكتور يوسف نحن تبقت لنا يعني دقيقتين فقط، نريد أشير إلى نقطة اللي هي مسألة دور الدولة تجاه اليتيم، هل هناك حقوق مكفولة يعني مسألة التعليم الصحة غيره عندهم خصوصيات على غيرهم، وكذلك نختم بخلاصة القول لهذه الحلقة إن شاء الله. أولا الدولة مصادقة على كثير من الاتفاقيات التي فيها حقوق للطفل، وحقوق هذا الطفل تعني بفئاتهم المختلفة نعم. فئاتهم إذا كانوا يتامى، إذا كانوا فاقدي الأبوين، إذا كانوا نازحين، إذا كانوا لاجئين إلى آخر من هذه الأشياء. هذه الأشياء موجودة، أي اتفاقية صادقت عليها الدولة جزء من الدستور بتاع السودان صحيح. فبالتالي هذه الحقوق يجب أن توفر بصورة كاملة، يجب أن يتم
مراجعتها على المستوى الاتحادي وعلى المستوى الولائي. يعني لا بد أن يدرك المسؤولين في الولايات ما يدركه المسؤولين على المستوى الاتحادي في إنه هذه الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه عن هؤلاء اليتامى وخاصة يتامى الحروب. يتامى الحروب هي مسؤولية الدولة، لأنه ببساطة شديدة الحرب الدولة جزء منها. يعني الحرب ما قاعد تدور بين القبائل وبس، لكن في معظمها بتدور ما بين هذه القبائل أو حاملي السلاح مع الدولة، فيبقى ناتج هذه المسألة دي المواطنين، سواء كانوا حملوا السلاح ضد الحكومة أو مع الحكومة، هم في الأول والآخر هم مواطنين أنت مسؤول منهم كدولة، يجب أن تتم رعايتهم بصورة كاملة. هؤلاء الأطفال لا يملكون سندا غير دولتهم وغير وطنهم وغير مواطنهم. بالتأكيد دكتور يوسف، خلاصة القول في أقل من نصف دقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقل عدد اليتامى في هذا البلد، ابتداء من تقليل الحروبات والاهتمام بالجانب الآخر اللي بينتج على الحوادث، لأن كثير من الأحيان تؤدي إلى الوتر، وأخيرا الجانب الذي يتعلق بالرعاية الصحية التي تنتج عن تكاثر الأمراض المستحصية التي أدت إلى وفاة الكثيرين. شكرا جزيلا دكتور يوسف إسماعيل عبد الله، استشاري النفسي، كتر خيرك وبارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك ويبارك. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. سنلتقي مد الله في الأجال في حلقة الغد. وطن حدادي مدادي نيل يروينا ويسقينا بخيره وفيضه الدفاق، إنسان نبيل وصاحب أخلاق وصاحب مروة وشهامة. إذن بكل هذه المكونات، ما هو واجبنا تجاه وطننا؟ الحلقة الثالثة برفقة بروفيسور رشيد إسماعيل البيلي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الليلين، غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين في أمان الله.